السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي احنا عايزين ندور على كلمة في قلب الوثيقة ديت، هشوف موضوع الفايند، فهدوس كنترول اف يظهر لي فايند اهي تحت اهيت، ممكن تطلعها لفوق او ممكن من فيو تقول له تول بار هتلاقي فايند اهيت، تقدر تسحبها وتحطها فوق لو انت عايز. فايند تقدر تكتب الكلمة اللي انت عايزها، وليكن مثلا بيم اريبيا، هو يبدأ يحط لك بألوان اهيت، تدوس انتر والاسهم تطلع وتنزل زي ما انت عايز. ممكن تقول له فايند اول هيبدأ يلون له كلهم، وممكن تقول له ماتش كيس يعني الكابيتال كابيتال سمول سمول، تمام. تقدر تقول له فايند اند ريبليس يعني غير كلمة بيم اريبيا دي بكلمة بيم، خلي كلمة بيم اريبيا اول تلات حروف كابيتال والباقي سمول، تقول له فايند اول هيبدأ يغيرهم لك، تمام بالشكل دوت. وهنا بتحدد انت عايز تدور في الصفحة كلها ولا في الهيدنج ولا في سيكشن معين ولا في دروينج، يعني تحدد المكان اللي هو هيعمل سيرش فيه.